وما دق الباب والبشر بيدق صباح النور البنات صباح الورد والفل والياسمين ان شاء الله صباحكم احلى صباح سبيح، صباحكم كيما تقول نوار عسل النحله شحوي لكم ان شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي نعمه الناس الكل رجعت لكم في فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله يكون هكا خفيف روح عليكم وتستمتعوا بالفيديو وتتشجعوا معايا وباش يكون على طبيعته المقدمه باش تكون من غير مونتاج ان شاء الله يعجبكم هكا خرجت للجرده عملت قهوتي اليوم ما... هذه فطور نتاع نهار ثلاثة باش نهبطه لكم ان شاء الله نهار الاربعة خاطرني نهار الاربعاء صايمه قلت خليني نصور المقدمه اليوم وغدوه نكمل لكم باقي الفيديو وممكن الفيديو يهبط نهار الخميس البنات ما نعرفش حسيله آه مربوطه بالانترنت كان هبط فيه ساعه ولا يقعد نهار الخميس آه حاسيله قبل ما نبداو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حبيت نشكركم لبناتي الكل على تشجيعكم ليا وعلى وقفتكم معايا وتشجعوا فيا تساندوا فيا باش ان نكمل الشروط ربي يخليكم ليا محليكم ومحلى قلوبكم غديكم شبيهين وناس بالحق ناس مليح ربي يخليكم ليا ربي وان شاء الله ربي يدوم عشرتنا في الخير ان شاء الله يا ربي توا تقريبا السبعه نصوركم في فيديو ومحليه الطقس محلي نصور تسمعوا في العصافر مزال الدنيا هكا فيها نسمه بيرده معنا مزلت الشمس ما طلعتش بالكدي امام محليه طقس اليوم ان شاء الله يتعدى هكا مزيان وان شاء الله الفيديو يعجبكم زيده وما تنساوش عاد اجي مول كومنتير وكنكم اول مرة تشوفوني ما تنسيش باش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وتنضموا لعائلتنا الصغرونة راهي ما تكبر كان بيكم شخص كان جيتوا قرب مني تشاركوني قعدتي الصباح محليها في النسمة الباردة بالحق قاعدة تعمل الكيف هاكا البنات تو باش نخليكم مع باقي الفيديو ونكمل نشرب قهوتي على راحتي الصغار مازالوا ما فاقوش آه نتمتع بيها شكون جيت تشرب معايا قهيوه آه حسيلو محلاها كي تبدا من غير حس الصباح ومن غير الصغار تشرب قهوتك على راحتك آه معناها هكا تت... تتمتع بقهوتك متاع الصباح وتتمتع بك النسمه البارده وتتمتع تسمع صوت العصافر اسمعوا البنات صوت العصافر منيش مربيتهم مع عصافر من عند ربي نحليهم صوتهم هكا يعطيوك راحة نفسية قبل الفيديو قبل ما تشوفوا شنو باش نعملوا اليوم ان شاء الله البنات عجبتكم المقدمة وكانت تعجبكم حتى المقدمة تكون على المباشر من غير مونتاج هكاكا نولي نعملها ديما وتوا البنات نقولكم مشاهدة مشاهدة ممتعة للجميع وما تنساوش الكومنتات المزيانة اللي كيفكم والجميل باش يطلع الفيديو وربي يخليكم ليا الناس الكل وتوا البنات نشوفوا شنو باش نعملوا في فيديو اليوم آه فيديو هكا متنوش من كل حاجة شوية ان شاء الله يعجبكم مختلف شوية نوعا ما شنو رايكم في المواليد الجديدة تبارك الله شوفوا محليهم مصغرهم آه بالحق محليهم يحبوا اللعب ويحبوا شكون يلعب عليهم تبارك الله على خلقة ربي ربي سبحانه شنو يخلق وشنو يصور هكا صغيرونات يهبلوا حسيلوا وقسي شيخ عليهم على آه كيما تشوفوا البنات صورت آه هاكا صورتهم لكم عملت لكم هكا جوله الصباح من يغوت فقط بكري جوله هذه الصباح بكري حسيلو آه توا باش نعمل مسحه للدار وحطيت عندي صابون باش نغسله ومسحت الدار خملتها على بكري آه الفيديو صورته نهار الاربعاء نهارتها صايمه ما رقدتش من معناها مسحور كملت كل شيء على بكري ما نجمتش نصور الصباح بكري هكا صورت شويه شويه أه صورت حتى الداخل كي مسحت الدار وكل لكن معجبت التصويرة حق أه ما عجبتنيش التصويره هكا علاش ما حطيتهاش وهذا البنات المرجوم واخيرا غسلته واخيرا عنده قديش من اللي نحيته لا عليه ربي كان اليوم حسيت نفخته في المية قبل أه تقريبا خمسة سوية من بعد نحيت له المية وحطيتلو وحطيت له ومو جافيل وبيته ليلة كاملة في الومو جافيل باش يتنحى منه أكل غبرة وكل بقايع الكل وبتبيع ما تعرفوا عاد شوية سبور بالرجلين غسلته أما ما نجمش نصور حاجات كي من هكا أه صورت لكم نغسل فيه بداية وحكيت وزاد بداية تبعت البقايع الكل نظفته من مع خاطر معناها تكب عليها القهوة حسيلو نظفته بالكدا بالكدا و... وباش نعاود نحطه في الماء يترنخ شوية نعاود له غسلة أخرى لبنات باش نضمن اللي هو نظاف نظاف بالكدا توا مع تقريب ما ثلاثة قلت خليني نحضر فطوري على العشاء على بكري وبما انه صايمه لازم معناه يحضر مع المغرب هكا حاجه وحويجه نتهنى عليها على بكري نرتاح عليه وصدقوني البنات جيت قد قد حسيلو خليكم مع الفيديو وباش نحكي لكم اليوم حكايه وحديث نقيس بالحق حديث نقيس وعجبتني برشا الحكايه وان شاء الله تعجبكم وبالحق تاخذوها بعين الاعتبار بيه البنات الساعه خا نقول لكم باش نعملوا هاك حطيت الشوربه كيما تعرفوا الشوربه راني ما نحط الماء سخون ونحط فيه كل شيء وباش نعمل المرقه الشهيره <applause> اللي تعودتو بيها مرقه جلبانه ومن بعد باش نعجن الخبز حسيله خليكم مع الفيديو ونحكي حكايتنا لليوم حكايه وعبره عجبتني على الاخر قال لك يا سيدي كنت امراه لباس عليها معنى عائلة لباس عليها عندهم طاولة هكا مضخمة محليها في الصالون حاطينها أكيد طاولة حاطين فوقها رخامة رخامة غالية آه رخامة معناها من نوعية الممتازة وحاطينها على الطاولة ذيك معناها كي معناها فما الطاولة بلار أما هما الطاولة رخامة آه الطاولة ذيك يقرأوا عليها الصغار آه مثال باش تحط العشاء المراه تحط عليها باش يلعبوا يلعبوا الصغار عليها باش تبدل انبوبه تطلع لك الرخامه اي حاجه حسيلو البنات اي حاجه يعملوها ما يجرى لها حتى شيء بما انها من نوعيه الباهيه والنوعيه الممتازه حسيلو طالت السنين وطالت المده وكر الخامه قاعده كيما هي مسحه خفيفه ترجع تلمع لمعان يعني دوب متعدي عليها كطرف ترجع اكر خامة تلمع لمعان خاطر المعدن متاحة باهي حسيلي جاي نهار اكر خامه فجاه تحت تكسرت رغم انها من نوعيه الباهيه رغم انها ممتازه معناها عندها سنين مجرى لها حتى شيء عندها سنين صغار يقراو عليها ياكلوا عليها كي يلعبوا يلعبوا فوقها باش تبدل انبوبه باش تغسل الحيط ومجرى لها شيء جاي النهار اللي تكسرت فيه أكل خامه للاسف وتكسر التكسيره اللي ما عادش باش تتصلح منظرها ما عادش حلو باش يصلحوها ولا يحطوها فوق الطاوله وبالرغم هذيك تكسرت اه معناها تقسمت اه ومغير غير ما تفتفت منها حتى شيء ومغير غير ما جرحت حد ولا اه ذرت حتى حد معناها تكسرت وكهو اه توا المعادلة تبدلت ولازمهم يجيبوا اه ما معناه باش يقدروا يجيبوا رخامة من نوع هذيك وعلى خطرها غالية وما متوفرة بدلوا بلارة خذيت بلارة بلار معناها حطتها في بقعة كل وكيما وكما قلت لكم المعادلة تبدلت معادش ما عادش كما قبل لا عادي نجموا عليها لا عادي نجموا يلعبوا عليها الصغيرات لا عادي نجموا ياكلوا عليها ولاو خايفين عليها لا تتكسر وخايفين منها في نفس الوقت كانت تكسرت باش تجرحهم وباش تعمل فيهم حالة وليت اكل كينو معناه الرخامة قبل أه هكا تمسحها مسحة خفيفة ترجع تشعل شعلين وما يجرى لها حتى شيء توا ولا برودويات ولازم حاجة هكا ناعمة رطبة باش يمسحوا بيها باش ما تخبشش وحاسيلو وليت سبنصيب على الاخر ولازمها ما يستحفظوا عليها بالكدي وفي نفس الوقت ينظفوها ويخسروا عليها على خطرها رقيقة وما تستحمل حتى شيء تفكرت وتوا البنات الرخامة النص متاحة عملوها عتبة للباب الباب بيد البانو حشيكم والنصف الاخر عملوه تحت بو... ماني حطته تحت بوس الغاز عز جديد بما انها نوعيتها باهيه وما تكسرش بسهوله وحديث مقياس وانتي حر في حياتك يا تعيش رخامه حمال هموم وخدمة شاقة وتستحمل بدون مقابل وتستحمل بدون تقدير وعلى حساب روحك وعلى حساب كرامتك وعلى حساب صحتك وعلى حساب وقتك ولا تعيش كل بلارة رقيقة وغالي ومحطوط في رموش العينين كل خايفين عليك والكل يرعش عليك وحاول ما ترخصش روحك باش الناس تعمل قدر وباش الناس زادت تخاف عليك وتقرا لك حساب على خاطر وين تاخو بالخاطر اكثر وين الناس تشوفوا ضعف منك وي... ويزيد القدام فما برشا ناس ما ترش بيه وحديتنا كما قلت لكم قياس وانتم اختاروا يتكونوا البولارة يتكونوا الرخامة أه محليها لبداية القصة أه هكا عجبتني الحكاية على الاخر ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله زادت تاخذوا عبرة ردوا بالكم تعطيوا من وقتكم الناس ما تستحقش ورد بالك زيادة تعطي من روحك باش ترضي غيرك آه معناها تعفس على كرامتك تعفس على روحك باش ترضيهم وفي الاخر بالكل ما يراوش بيه والله ما يرالك بيه حتى حد لذلك عيش روحك حب روحك دل روحك وعمل قيمة روحك باش الناس تعمل لك قيمة وقد ما تاخد بخطرهم قد ما يشوفوه حق مكتسب به البنات آه وفات حكايتنا لليوم ان شاء الله عجبتكم وقولوا لي شنو رايكم وشنو آه معنا استخرجتوا من الحكايه شنو العبره اللي خديتوها من الحكايه تابوا نرجعوا كيما قلت شنو عملنا اليوم عملت مرقه جلبانه شاركتها معاكم قبل كيفاش نعملها والشوربه كيف كيف شاركتها معاكم والخبز بتبيعه زاده شاركته معاكم قبل تعرفوني كيفاش نعمل الخبز عجنتو آه عجنته باش نخليه يرتاح وديما كي نعمل خبز سيرتو في نعمل كميه باهيه نبعث لدار حميتي وزيد لدارنا وكهو هذه هي البنات البارتي اليوم توا خرجت شعلت التابونة كما تشوفوا رغم أنه ريح أما آه ما يوقفنا شيء والحمد لله يا ربي كي نحط حاجة في بالي لازم باش نعملها توا نبدأ نطيب في خبيزاتنا بشوية بشوية نطرحها هكا على الطاولة ومن بعد نحطها آه في التابونة بتبيعها تكون سخونة بالكدا كما تشوفوا هكا الحيط متاحة أبدأ مستحمر وكهو نطيبوهم بالسياسة اما مش اللي يجي نجم يطيب الطابونة البنات خطرها سخونة سخونة بالقدي ولازمها معناه شكون يعرفها مش سهل كما قلت لكم لازم واحدة متعودة سينو اول مرة تكون تجربة صعبة شوية هكا هو هذو ما هما خبيزاتي حاولت نصور لكم الماكسيمو باش نوصل لكم التصويرة كما هي كما تعرفوا معناه ما نجمش نصور النار سخونة ومش ساهل باش نصور حاسي هكا قربت لكم ووصلت على طبيعتها كيفاش كانت العشوية باش نزيد نحط معاكم خبيزة اخرى باش تشوفوا كيفاش راني البنات لنحط نطلعها لن على السميد لا على الفرينة على الزيت نحطها على منديلة وكهو وجيما نبداو بالصفه الفوقانيه ومن بعد نهبطوا اللوطه على خاطر النار لوتا تكون اقوى معناها في ساعه الخبز يطيب كي نحطو الفوق قبل يطيب مع بعض وحطيت سلطه مشوية باش نشويها على الجمر كما تشوفوا مع الخبز وما نحكي لكم مش على الريحه وما نحكي لكم مش على البنه ريحه الفلفل المشوي وريحه الطماطم والثوم مع الخبز بسم الله ما شاء الله نودكم من شهيكم ان شاء الله قسمكم في الجنه هذوكم البنات خبي زيتنا بعد ما نهبطهم معنا بعد, ما تطيح من نحطوها تتجمر شوية باش تجيك الكل على فرد لون هكا تشوفوها كيفاش في القفاء وفي الوجه بسم الله ما شاء الله جيت بنينة بنينة تهبل وهذه كصلاة المشوية البنات هاني باش نجربها اليوم في الماكينة هذية بصراحة وليت, وليت نعتمدها في كل شيء باش نحيك القشرة والزريعة متاع الفلفل والطماطم كيف كيفش نحيلها قشرتها والثوم حطيت بصل طماطم وثوم وفلفل وباش نرحيهم شويه عملت البنات كميه صغيره مش برشا راهو هكا متاع صحيين في بالي باش نزينها ونحط لها كي بعضهم وشويه بعد قلت سايب عليها ما عادش وقت المغرب باش يزي فيه البركه هذيك ايش اكتب لي اليوم هذه هي لبنات دبرت اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم وهذه هي معناها الصورة النهائية كيفاش كانت هاك الشربة خفيفة خفيفة على الاخر نحبها تكون كيكة خفيفة هذه المرقة وهاك المعدنوس مازلت ما قطعت بشرش عليها شوية معدنوس السلطة مشوية حطيت عليها كعبات زيتون والخبيزات سخاني عملوا الكيف البريك شاركتو معاكم قبل ما شاركتوش اليوم هاك حطيتو وكهو ما وريتكمش كيفاش عملتو وتو ما بقالي كنقولكم بسلامة